شنقريحة يشرف على تمرين بالداخل الحية قرب الحدود المغربية. كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام جزائري عسكري أن السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائرية أشرف على تنفيذ تمرين تاكتيكي ليلي بالداخل الحية على مستوى القطاع العملية الجنوبي بتندوف قرب الحدود مع المغرب. وحسب المصادر فقد شرع شنقريحة ابتداء من يوم الاثنين في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. وفي خبر آخر جد جميل، سيتم بناء 7 أبراج جديدة بمدينة طنجة العالمية في إطار مشروع استثمار سكني كبير. سيتضمن مشروع أبراج كورال كذلك إحداث بحيرة اصطناعية، 3 مسابح، هكتارين للمساحة الخضراء، منتزه وفضاءات ترفيهية أخرى. وفي خبر آخر مشروع جد ضخم، شركة تخطط لبناء أكبر وحدة لاستزراع السمك بالمغرب. أفاد موقع دوفيش سيت أن شركة بان أوشن أعلنت بصدد بناء أكبر وحدة استزراع أسماك مغمورة بالكامل في المغرب. ونقل مصدر إعلامي عن ذات الموقع أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تنتقل فيه الشركة من تقديم الخدمات الهندسية إلى تطوير وتسليم وحدات الاستزراع المائية في عرض البحر. وزاد ذات المصدر أن عدد فائق الشركة في المغرب يبلغ 15 شخصا، لكن من المرجح أن ينمو مع بدء المشروع. وأضاف أن الشركة تخطط لبناء وحدة مستقبلية بقيمة سوقية تقترب من 120 مليون دولار، حوالي 1.2 مليار درهم. نشكركم على حسن المتابعة.